من اجل التسويق وتقليل المكان. اجي تعال اجي اجي طابا طابا شوف فيا طابا طابا رشيد سامي هات حسين احنا ما كاينش مشكل راه ما غاديك تعرفك نقولوا رجع الله غير الصغار الشهر هادو كادو مهدي اسف حالات سير سير عندك اخو واحد إذا المشاهدين إذا بغيتي يجيبوا جود أخرى كما كتشوفوا بالصورة شكون اللي رجل الدرك؟ دوكا يعني كتبقى شي حاجة خطر شوية ثلاثة ديال الجوجات دابا اللي طلعوا ثلاثة ديال الجوجات وباقي شوف العلم لله شنو اللي باقي الجوجات هادو واش كلهم نساء؟ كاين راجل وجوج عيالات وهذا الشيء عمرو وقع عندكم هنا؟ عمرو موقع عندنا حنا دابا ثلاث سنين والصر حنا غادي في أربع سنين باش ساكنين هنا ورد الفعل راه غادي يكون مرعب شويه راه غادي تخاف اول حاجه على والديك على ولادك على راسك انت كي كتخرج مع الصباح حتى تضرب تماره كترجع في العشيه في شي وقت معطل ضروري تخاف على راسك واصلا المشروع خاصو ضروري خاصو يكون يدخل لي الامن بالزيت حيت هذا المشروع هذا اكبر مشروع في كازا كامله يعني الا ما دخلش ليه الا ما دخلش ليه الشرطه عمره ما غيتحكم هادشي انا من نعم هو كنطالبوا بالشرطه وحجاج الدارك الملكي حتى هو قايم خدمته ولكن حتى دار خاصو يكون الامن بالزيد مما كتشوف هادشي هذا بحال ما هكا ولا خاص تكون السلطه زايده والا راه حنا لا ما كنعرفوش السيد هذا ما كنعرفوش ولكن انا ما حق لي قالت السيد هذا كيقول لك راجل مزيان طيب كريح مع الناس ما عنده لا خلل لا والو ولكن باش ملي كيوقع بحال ما هادشي نطلبوا من الله يدير لي فيها الخير كيسكن هنا هو كيسكن هنا في السبعه اللي قالوا لي السلطات اللي قالوا لي كنعرفوا اظرف واحد كنعرفوا السيد ولد عين السبع وجارنا زعما انسان صدمت انا دابا ملي شفت الزوق انا جاي دابا من جاي من عين السبع وانا يلاه سكنت هنا دابا وليت كنترعد لان ولادي كيمشيو ويجيو عند مرة سكلاج عندهم لا نافيت وليت شفت صدمت شفت هذا نعم شحال يكون عنده في العمر 60 عام تقريبا شي 60 60 58 صح هي كلهم تقريبا متقاربين في العمر اش غادي نقول لك ما متاكدش هذا هو وانتوما ملي سمعتوا على الاخبار صدمنا تفجعنا راه ولينا وليتي كتشك في راسك او راه شي يكون يقول لي كلشي يدير الا هذاك السيد ما نقول لك سمعني انا كاول ثلاث ايام هذه تلاقيت معاه السيد بحال بحال ما عرفتش ما فهمتش انا لا كان هو لا كان هو مجيد لا جامي ما عمرنا وقع لينا هذا المشكل ما وقع لي انا قلت لك دابا جيت تصدمت مش الجوقه قالوا لي فلان فلان قلت لهم ما يمكنش مستحيل وانا هاي ثلاث ايام هادي تلاقيت مع سين مالك لا باس بخير وعلى خير هو كان مشطور لا كان هذا اللي ما كيقولوا الجريمه تقدر لك توقع هنا ولكن اللي بغيت نوضح هو ان الجريمه هذه
راه ما وقعاتش في مشروع الرياض. هاد الجريمه هادي وقعت خارج مشروع الرياض، هو جا غير دفن الجثث ديالو هنايا، يعني غير دفنهم هنا. غير دفنهم هنا. شي رساله خويا؟ الرساله اللي غادي نوجهها هو انه حنا كنطالبوا بتعزيز الامن بمشروع الرياض، لان الدوريات ديال الدرك الملكي مشكورين راكم غير كافيه، لان على حسب العناصر اللي عندهم هي عناصر محدوده. لهذا كنطالبوا بتعزيز الامن، وهاد الجريمه اللي وقعت اليوم راه ما بغيناهاش تعاود تكرر. هذا هو الهدف ديالنا حنا كفاعلين جمعويين. الشهيدين اللي كيجيو لنا هنا خصو الاعدام، خصو اكثر من الاعدام، لان هذا الاعدام في حق ديالو راه قليل، لان الواحد اللي غادي يقصد ثلاثه ديال الجثث الدم بارد راه هذا راه ما عنده لا من لا دين لا من لا. هذا شكرا. لا شكرا. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.